هذا عرف يعني اللي هذه سنوات وحنا كنضمنوا نشاط مناسبات يعني وتخليدا واحياء اليوم العالمي للمرأة تجسيدا اولا لموقف مبدئي بالنسبه لنا كنقابه وكمنتدى وموقف كذلك مبدئي بالنسبه للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في الجانب اللي كيتعلق يعني بالحقوق ديال النساء واللي كيتعلق يعني بالمطالبه بالمساواه وباقرار يعني المساواه وبعدم التمييز ما بين الرجل والمراه وبعدم التمييز ماشي فقط على اساس الجنس بل على اساس الجنس على اساس اللون على اساس العرق او على اساس الدين. النشاط اليوم عندنا فيه يعني ندوة بحضور يعني ممثلة ديال القطب الموارد البشرية وتتخلل يعني ندوة قراءات شعرية وحاضرة معنا يعني الأخت والأستاذة فاطمة التامني باسم اللي هي نائبة برلمانية باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي في عرض له صلة يعني بالموضوع. الموضوع ديال اليوم هو يعني من أجل إقرار المساواة وعدم التمييز والقضاء على كل أشكال التمييز يعني ما بين المرأة وما بين الرجل. اليوم بصدد تخليد ذكرى اليوم العالمي للمرأة الذي دأب منتدى نساء البنك الشعبي على تنظيم نشاط خاص به كل سنة وذلك من أجل الوقوف على وضعية المرأة داخل المجتمع بصفة عامة وداخل مؤسستنا البنك الشعبي بصفة خاصة. أيضا هذا اللقاء كيتعتبر واحد الفرصة من أجل التواصل وإقرار المطالب التي من شأنها أن تنهض بوضعية المرأة وتقر إنسانيتها وتصون كرامتها. وكذلك هذا اللقاء هو فرصة ونوع من التواصل بحيث أنك تشوفوا أن كاين لقاء من كاين حضور لجميع النساء بالبنك الشعبي من مختلف مدن المغرب اللي جئنا من أجل النضال والمساهمة في إقرار الحقوق والسير بوضعية المرأة إلى الأمام التي من أجلها أن تسير بمجتمعنا إلى الأمام. أيضا حضر معنا الموارد البشرية للبنك الشعبي، حاضرة معنا السيدة فاطمة التامني شاعرة شيماء قويون، حاضرين معنا عاملة نظافة، حاضرين معنا نساء البنك المركزي للدار البيضاء والبنوك الجهوية. كنشكر بعد النساء خصوصا نساء البنوك الجهوية على المسافة وتحملوا عبء السفر باش يجيو يحضروا معنا لهذا اليوم العالمي. وكنشكر النساء ديال البنك المركزي اللي تا هما حضروا معنا اليوم.